صدر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر، وعلى محبتكم أموت وأحشر. عطفتي يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فاتخذ فينا أخاً وهني. نعرف البطحة وتعرفنا، والصفا والبيت يا ألفنا، ولنا المعلى وخائف منا، فاعلم أن هذا وكون وكني، ولنا خير الأنام.
وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني كم إمام بعده خلف منه سادات بذا أعرف وبهذا الوصف قد أوصف من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين هم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزور مثل ما قد جاء في السنن وسفين لي النجاة إذا خفت من طوفانك قل لي أذى فانجو فيها لا أتكون كذا واعتصم بالله واستعني رب فانفعنا ببركته واهدنا وحسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقك ومعافاتهم من الفتن